أقل عددا من بين صلوات الجمعة. طب انا قاطع مسافه حوالي 150 كيلو متر قضاء جنين، اصل هون ارجع، هذا بجوز بدين الله، هذا بكل التسهيلات اللي عملناها لاهل الضفه. وين التسهيلات اللي شفناها؟ لا شفنا تسهيلات ولا شيء، بالعكس قاعدين بشددوا اكثر من اي جمعه ثانيه. انا فت اول حاجز والثاني والثالث توصلت الهويه، قالوا انت تصيح، قلت له معيش تصيح، انا دائما بفوت بدون تصيح. اول ايش البنت بعدها قد جاء واحد ثاني قال له الا تكجع، ما يكجع ايش بيكجع، قال الا تكجع ما في فائده تجيب تصيح.